توفي صباح اليوم الممثل والمخرج السوري الكبير حاتم علي في مصر جراء أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاماً. بدأ علي مشواره الفني بالكتابة المسرحية والنصوص الدرامية والقصص القصيرة، وبدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار سنة 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد فيها شخصيات مختلفة تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. توجه علي إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدداً كبيراً من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال. وفاة المخرج حاتم علي تعتبر خسارة كبرى للميدان الفني بسوريا وبالوطن العربي. تغمد الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو وفعل الجرس. شكراً.